وتركت فوق أديمها بصر. זה הפיל את האקדח, מצאו את האקדח שם. אבל... بسم الله الرحمن الرحيم. أبناء شعبنا العظيم، نتحدث اليوم إليكم باسم حراك المعلمين الموحد على مستوى الضفة الغربية، والذي انبثق طبعا عن لجان التنسيق للمعلمين، والتي يعني معظمها منتخبة انبثقت عن المعلمين ليس لتكون بديلا عن جسم الاتحاد الذي نؤكد أنه شرعي، ولكن يعني لنا خلاف مع شخوصه الذين للأسف يعني لم يؤدوا الأمانة حق تأديتها. يعني احنا صرنا 15 يوم فقط من مدربين، 15 يوم دراسي، 15 يوم دراسي، ولحد الآن يعني هاي الشغلة كثير كثير لح عليها المجتمع المدني، ومع التأكيد ان اصلا احنا يعني 36 ألف مدرس، وخلينا نحكي بالإحصائي بالمنحنى الطبيعي لأي إشي، بجوز إحنا إنا تقريبا حوالي 15 ألف طالب في المدرسة، يعني طلابنا في التالي، يعني يكفي هاي الدعوة. إحنا بالأصل هذا حراكنا كان بالإمكان ما يكون كلياته، لو إحنا بال2013 اتفاقية 2013 تم دفعها، ولكن ما بعرف شو صار، كيف طبخوها، كيف صارت، ما بعرف. فعملية التوجيه المجتمع المحلي بنحكي له كلمة واحدة، نحن مستعدون بمجرد ما انتظم الدوام لتعويض الطلبة، حتى يعني جمعة وسبت واللي بدهم اياه، للساعة 3 في العصريات اللي بدهم اياه، احنا مستعدين. برنامج الطوارئ موجود في كل مدرسة عندنا اصبح هسه حاليا، واحنا هذا شيء عندنا وعي فيه وعندنا خططه، لانه كل واحد في عنده توجيه. والشغلة الثانية اللي بدي اكد عليها قضية التوجيه، احنا بالتوجيه في 1/4 بالضبط بنت التوجيه عنا، انتو بجوز ما بتعرفوا، في 1/4 بنت التوجيه في المدارس بنتي، وبلش الامتحانات التجريبية، وبعد الامتحانات التجريبية بيجي امتحانات الوزارية في شهر 6. هذا الحكي ان 1/4 لو تراجع المناهج، الاغلب حاليا تقريبا منهي المنهاج، وهذا الاشي بجوز الناس مش داك عليه، خلاص في عطلة للمدرسة، في عطلة التوجيه، معطلين كثير كثير. ضغطوا علينا المجتمع المحلي من خلال مؤسساته المدنية، من خلال جهاته الرسمية، من خلال الشخصيات الاعتبارية، وهذا الاشي فعليا احنا نثمنه واحنا معهم في هذا الاشي، ولكن احنا في التالي اخرتنا حق، اعطونا حقنا، بنرجع فعليا ثاني يوم من الدوام. لا خلاص،
بسم الله الرحمن الرحيم. أبناء شعبنا الفلسطيني الصابر، يا من تسطرون أروع صور المقاومة ضد الاحتلال الصهيوني الغاصب الذي يحاصرنا في شتى أمور حياتنا ويقتل أهلنا ويدمر بحصاره الجائر اقتصادنا ويروج لنا بضاعته ليدعم بعائداتها آلته الحربية المجرمة وليمارس علينا مزيدا من القتل والتشريد والتهويد بالإضافة لتمويل مشاريعه الاغتصابية على أرضنا. من منطلق هذا كله ومن منطلق حقنا المشروع في مقاومة الاحتلال بكافة الطرق والوسائل، إننا في تجمع النقابات المهنية نعلن عن إطلاق الحملة الشاملة لمقاطعة الاحتلال ولمقاطعة بضائع الاحتلال الإسرائيلي. إننا نطالب جميع الدول والهيئات التي عقدت اتفاقات شراكة مع الاحتلال بإلغاء هذه الاتفاقات في ظل انتهاكه المتواصل للقانون الدولي وحقوق الإنسان. وأخيراً، إننا في تجمع النقابات الفلسطينية نبارك المواقف ونثمن الجهود التي تبذلها جميع الدول والمؤسسات والهيئات المحلية والعربية والدولية التي تبنت وما زالت تتبنى برنامج مقاطعة الاحتلال، والتي كان لها دور فاعل وأثر بالغ في كشف جرائم الاحتلال وزيادة عزلته الدولية، ومعا وسويا لمقاومة الاحتلال بكافة السبل والوسائل وصولا إلى تحرير أرضنا المحتلة. هلا في انا مواضيع معينه بحب احفزهم فيها، فبعطيهم بدمج مثلا قاعده بدي اعطيها ومثلا مفردات باغنيه. ليش؟ لانها بتحسن فيهم، بصيروا يرددوها اكثر، ولان احنا بنعمل مع شريحه معينه بيكونوا فاقدين مثلا البصر كامل او جزئي. هلا بحب افعل لهم من حاسه السمع بزياده غير حاسه اللمس اللي احنا مستعملها في بريل. 3 4 كتير تفاعلوا معي الطلاب، كتير انبسطوا فيها. يعني أصبحت حصة الإنجليزي مش بس حصة يعني لإعطاء قواعد، صارت يعني تحسهم بالترفيه أكتر. فصاروا مثلا في الفرصة تشوفهم مع أصحابهم برددوا في البيت، يقولوا لي يا مسي إحنا غنينا. يعني في أكتر من شغلة، صاروا تلاقيهم تيجي تراجعهم تلاقيهم حافظين المادة عن طريق يعني إنهم رددوا أغنية، حسوها بطريقة تانية غير الطريقة التقليدية إنه قاعدة على اللوح وأكتبوا.
طبعا أنا هون بالجمعية مدرس الموسيقى، كلفت من الطاقم التدريسي أنه نعمل لحن لكلمات الإنجليزي أو عشان تكون أسرع وأسهل حفظ للطلاب. healthy food العقبة يعني ممكن تكون هي الرئيسية وتغلبنا عليها نظرة المجتمع إنه الموسيقى لها علاقة بالغناء، قد تؤدي إلى رقص، يمكن أوليتها إيش بيصير نوع من النفور. فإحنا عشان نتلافى هاي في وزارة التربية في مديرية التربية قبل ما نعمم على المدارس اخترنا 25 مدرسة في الخليل، استدعينا مدراء المدارس لقاء 3 ساعات حكينا لهم إنه الموسيقى مش حرام، الموسيقى مش عيب. احنا لما نطلع حصة الموسيقى يعني حصة عزف وحصة غنى، انه بنحفظ بيعطينا الاستاذ اناشيد بنحفظهم، بيعطينا معزوفات عشان نعزفهم ونغني.